بصوا يا شباب، دلوقتي الستيم سيلز دي هي الخلايا اللي موجودة في الريد بون مارو، اللي المفروض انها هتدي كل حاجة. خلاص، الستيم سيلز دي في البداية بتكون خلايا جذعية، يعني خلايا ملهاش وظيفة، ملهاش اميون فانكشن، لسه متقدرش تعمل حاجة ولا تعرف على الميكروب ولا حاجة. فلو سألناها قلنا لها ستيم سيل انت هتبقي ايه يا ترى؟ انت هتبقي ايه؟ تقولك معرفش، انا ممكن اكون لينفاتيك ستيم سيلز او ممكن ابقى مارو ستيم سيلز. طيب لينفاتيك ستيم سيلز، تعالوا نروح هنا على اللينفاتيك ستيم سيلز. تقولك انا هبقى دول، يعني انا هبقى بي سيلز واخرج من البون مارو اروح للبلد وانا بي سيل، او هتحول ل ناتشرال كيلر، يعني ابقى ناتشرال كيلر واخرج من البون مارو اروح للبلد وانا ناتشرال كيلر، او ممكن اخرج زي ما انا لمفاتيك ستيم سيلز، اخرج زي ما انا واروح الاول للثايمس جلاند، وبعدين الثايمس جلاند هتحولني او هنضج جواها وابقى تي سيلز. حلو كده، انضج ويحصل ماتوريشن وابقى تي سيلز، بعدين يحصل لي ديفرنشيشن، يعني ابقى يا اما تي سيلز ثلاث انواع بقى، او تي اتش تي سي توكسيك او تي سبريشر. حلو كده، يبقى الستيم سيلز دي الخلايا اللي جوه البون مارو ممكن تدي لينفوسايتس، واللينفوسايتس دول ثلاث انواع، يا اما يحصل لها برودكشن او تكوين، يعني تبقى بي سيلز، بس لو بقت بي سيلز هتتكون ويحصل ماتوريشن نضج للبي سيلز وتخرج من البون مارو على البلد جاهزه، او تبقى ناتشرال كيلر، يعني انتاج يحصل لها برودكشن بعدين ماتوريشن جوه رود بون مارو وتخرج للبلد جاهزه. لكن لو المفروض او لو هتبقى تي سيلز، لا بقى، لو كانت في نيتها انها تبقى تي سيلز تخرج الاول زي ما هي، يكون اسمها لينفاتيك ستيم سيلز وملهاش اي اميون رول دور مناعي، وهي خارجه من البون مارو لو قابلت الميكروب ما تعرفوش وملهاش دعوه بيه، لغايه ما تروح للثايمس جلاند دي الليمفاتيك اورجن التاني، وجوه بقى يحصل لها ماتوريشن نطق بعدين ديفرنشيشن للتلات انواع دول. حلو كده، او ممكن نسألها يا ستيم سيلز انت ممكن تبقي ايه تاني؟ ممكن ابقى مارو ستيم سيلز، والمارو ستيم سيلز دي معناها اني اتحول لريد بلاد سيلز، يعني الستيم سيلز دي تبقى ريد بلاد سيلز وتخرج جاهزة بقى من البون مارو على البلاد على طول، جاهزة انها تعمل الشغل بتاعها. خلاص، يبقى ريد بلاد سيلز دي هي كانت ستيم سيلز وتحولت لمارو ستيم سيلز، وبعدين انتجت ريد بلاد سيلز وطلعت للبلاد جاهزة. او ممكن ابقى بلاد بليتلتس، اتحول جوه البون مارو لبلاد بليتلتس واطلع لبلاد جاهزة، او ابقى وايد بلاد سيلز بس، يا اما ابقى ماكروفاكس فاكسد او موبل برضو اطلع لبلاد جاهزة، او ابقى اذر وايد بلاد سيلز بيزوفيلز اسينوفيلز قاعدية حمضية نيتروفيلز متعادلة مونوسايتس وحيدة النواة. يعني بصوا، ان انواع دي من الوايد بلاد سيلز والبلاد بليتلتس والريد بلاد سيلز دي، ايوه بيحصل لهم برودكشن انتاج و ماتوريشن نضج وديفرنشيشن، يعني يتحولوا لانواع، يعني مثلا ماكروفاجز تحول لفاكس او موبل، الاذر وايت بلاد سيلز تتحول لنيتروفيلز مونوسايتس، خلاص جوه البون مارو، ويطلعوا بره البون مارو مالهم جاهزين للاميون فانكشن بتاعتهم.